جزيلا منابر الإعلامية على الدعم والحضور ديالكم والمواكبة ديالكم للمنظومة التربوية في مختلف المحطات اللي كتعيشها. زعما كان لنا الشرف أننا حضرنا واستجبنا للدعوة اللي قدمها لنا السيد رئيس المجلس الجماعي ورئيس المجلس الجماعي ديال جامعة السوالم أجل حضور هاد الدورة ديال ماي. عطينا واحد مجموعة من تقسمنا مع واحد مجموعة من المعطيات اللي كتهم تدبير المنظومة التربوية على مستوى جامعة السوالم. كان فيه واحد مجموعة من معطيات وأشيرات وأرقام اللي كتبين وكتبرهن للمستوى ديال التطور وديال التحسن ديال الجودة ديال المنظومة التربوية على مستوى جامعة السوالم. وهذا يثلج الصدر، وهي كانت مناسبة باش نتقدموا لهم جزيل الشكر بطبيعة الحال من خلالهم الساكنة ديال جامعة السوالم اللي المناصرة ديالهم المنظومة التربوية بشكل عام. بالعودة للتساؤل اللي طرحته قبل لحظات، ملي كنتكلموا في حق الاكتضاد لا يسع الوقت اننا باش ندخلوا في تفاصيل ديال 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 هذه المسألة ما تسمونه بالاكتضاد، لانه عنده واحد مجموعه من المبادئ نستند عليها في تدبيرنا للمنظومه. الهدف هو ضمان الحق في التمدرس لجميع التلاميذ اللي هو حق دستوري، وحنا كنشتغلوا على ضمان كذلك جوده ديال التعلمات من خلال تنزيل مقتضيات خارطه الطريق 2022-2026. نتعامل مع تدبير المنظومه التربويه في اطار تجويد هذه المؤشرات المرتبطه بها في اطار واحد البرنامج عمل مدقق تحت اشراف الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين جهه الدار البيضاء سطات، من اجل وضع برنامج على المستوى على المدى القصير. يعني نحن نتطلع لاعداد محطات مرتبطه بانهاء الموسم الدراسي اللي فيها الامتحانات، وكذلك تحضير الدخول المدرسي وما يرافق تحضير الدخول المدرسي من ضخ امكانيات من تاهيل فضاءات المؤسسات التعليميه، وكذلك تزويد التجهيزات الاساسيه وبالموارد البشريه الضروريه لضمان دخول مدرسي عادي. وهي في الحقيقه مناسبه باش تقسمنا كذلك المشاريع المدى المتوسط والمشاريع المدى البعيد اللي غتكون كضخ استثمارات اضافيه في المنظومه التربويه بالاقليم على مستوى العرض ديال المدرسي العمومي. اللي ناكدوا لكم هو انه المساله ديال تقليص عدد التلاميذ في القسم، فاحنا غادي في واحد المنحه ديال تقليص عدد التلاميذ، وقبيله راه تقاسمت مع الحضور الكريم وكنتو حاضرين المعطيات المتعلقه بالتطور، ولا غادي نقولوا التطور ديال تقليص عدد الاقسام اللي كيفوت عدد التلاميذ ديالها 41 تلميذ في القسم هذه 3 سنوات، وباقي غادي في التقلص ونتطلع لتقليصها اكبر عدد ممكن. الهدف بطبيعه الحال هو ضمان واحد التعليم ذي جوده لجميع التلاميذ، واللي غادي يريحنا اكثر هو التضافر والانخراط والتبيئه ديال الساكنه ديال جامعه السوالم حول المدرسه المغربيه، من اجل ان تؤدي دورها الاساسي في تكوين ذي جوده لجميع التلميذات والتلاميذ. من خلال المنابر ديالكم اولا شكرا جزيلا لكم، ومن خلالكم كل التحيه والتقدير للساكنه ديال اقليم سوالم، المنتخبين، السلطات، السيد عامل اقليم برشيد الذي زعما يساندنا في جميع المحطات وجميع ويكلل جميع الصعاب، السلطات لا الامنيه ولا المنتخبه ولا الجميع ولا السلطات المحليه، كلها تتضافر جهودها معنا لبلوره واحد النموذج ديال المدرسه المغربيه ذات جوده للجميع. اللي كيجي يثلج الصدر هو النتائج المحققه على مستوى جميع النتائج ديال نسب النجاح ولا تقليص ديال نسب التكرار، وكذلك نسب ولا عدد التلاميذ المتفوقين، ولا كذلك تحقيق نتائج هامه في مختلف الاستحقاقات اللي داخله في التشبيك الموضوعاتي ديال المسابقات اللي كتنظمها وزاره التربيه الوطنيه، وكذلك المسابقات الدوليه اللي داخله في اطار التميز، كلها اشياء ايجابيه جدا. نبغيو دون ان ننسى الشكر الجزيل للفاعلين في المنظومه التربويه من هيئه الاداره التربويه، هيئه التفتيش، مفتشات، مفتشين، اساتذه واستاذات، ولنا كل امل اننا نزيدوا بالبلاد ديالنا للامام. كيف ما تكلمنا في الجلسه ديال الدوره وسبق ليه واحد الجلسه كنا عقدناها مع بدايه الدخول المدرسي، في حق التوقيت المدرسي المعمول به بالشكل التعليم الابتدائي ماشي مساله جديده.
التوقيت المدرسي هو اللي كان خصو يكون هو التوقيت النظامي المعمول به في اطار تنزيل ديال الوثيقه ديال المنهاج التعليم الابتدائي، وكذلك المذكرات المرتبطه بالتوقيت المعمول به على مستوى جماعه حضريه. كانت واحد بطبيعه الحال اي تغيير تيكون فيه واحد النوع من النقاش وهذا، وكان هذاك النقاش اعتبرناه صحي لانه عطانا واحد الفرصه ديال الاسر وديال الساكنه ولا ديال المنتخبين يعرفوا بعد على الاقل التوقيت المعمول به والتلاميذ. وانت كان عقدنا واحد السلسله من اللقاءات بلورنا بها واحد السياق اللي كانت انتقاليه باش ندوزوا للتوقيت النظامي، والحاليا راه المؤسسه تشتغل بشكل طبيعي وهادئ. نتمنى انه من ان الموسم المقبل عندنا رهان ديال هذه المؤسسات غتكون رائده ان شاء الله، ويكون فيها تخصص في سلك التعليم الابتدائي لانه احد المكونات ديال المدارس الرائده. نتطلع على ان الجميع يرضى على هذاك التوقيت اللي غادي يكون ان شاء الله، ولكن هذا الشيء ما يمكنش يكون الا اذا كان تضافر الجهود ديال الجميع، من جمعيات اباء، من المنتخبين، من جمعيات المجتمع المدني، من وسائل الاعلام المحليه وغيرها. الغربيه لاحظتوا الاستثمار اللي تم الضخ فيها مؤخرا، كتلاحظوا التاهيل ديالها، كتلاحظوا عاوتاني التوسيع ديالها، كتلاحظوا كذلك التاهيل ديال الملاعب الرياضيه ديالها. وعندنا زعما واحد الهدف على المدى، ماشي في هذا الموسم الدراسي المقبل، ولكن في المواسم الدراسيه المقبله، على ان نحيدوا من هذا السلك التعليم الاعدادي. ولكن في انتظار ذلك رانا لاحظتوا دابا راه كاين الاداره التربويه داخل الثانويه الاعداديه تشتغلوا بجوج ديال لي بول ديال السلك الثانوي التعليمي وصول السلك.